هناك من فرق في الإقرار أنه إذا كانت القصة مشهورة كقصة امرأة العسيف فإنه يكتفى بالإقرار مرة واحدة، وأما إذا لم تكن القصة مشهورة كقصة ماعز والغامدية فإن الإقرار يكون 4 مرات، فهل هذا التفصيل صحيح؟ والله ما شفت هذا في كلام أهل العلم الذي اطلعت عليه، إن كان صاحبه اطلع على شيء من كلام أهل العلم فليذكره وليقول قال العلماء في الكتاب الفلاني، أما أنه يجيب شيء من عنده كذا هذا لا يجوز. نعم.